بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. بداية، الجلسة كان موعدها قبل ساعة، لكن قدر الله وما شاء فعل أن التأخير طرأ لعارض يرجع إلى المصاب، واضطررت أن أنتظر لأني أعلم حقيقة الحالة، وعلمت أن الشياطين تحاول جاهدة التأخير أو التأجيل. بالفعل لما سمعت منه قال عندي رغبة في عدم الرجوع إلى العلاج أو عدم الإقدام والمجيء إلى هذه الحصة وهذه الجلسة، مع أن الجلسة كانت منذ وقت بعيد، ولأن كان البرنامج مسطى بإذن الله بين الجلسة الأخيرة وهذه الجلسة اتضحت فيه أمور عظيمة جدا، والجن والشياطين في اضطراب عظيم داخل البدن، بل قل الأبواب في اضطراب عظيم داخل البدن. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في سرد ما وقف عليه بفضل الله جل وعلا من خير برنامج، وسيتضح جليا أن البدن كان ثقيل بالشياطين وعللها وأحزانها وتعطيلها، فكانت بوعود وعهود عظيمة، فأرجو أن نسمع إنسا وجنا وأن نصي بإذن الله سبحانه وتعالى بعلم وفهم ونور بصيرة، لنعلم كيف تبتلى الأبدان والأجساد والأرواح والنفوس والعقول كذلك والحواس، وأهلها في كرب عظيم يعلم الله وحده سبحانه جل في علاه. علاه الشيء في لحيته ورأسه، وتقدم العمر، لكن المنحى كان مع الشياطين في تدني، في نفسيته مع زوجه وحمله وأبنائه، في عمله وماله، أعياده ومناسباته، في كل ما من شأنه أن يسعده، ولم يكن يعلم بحقيقة الإصابة، خاصة أنه باشر العلاج عند معالجين كفر، واجتهد اجتهادات كثيرة استمرت أعوام ولم يفلح في شيء. سمعت منه ثم كانت حصة مع زوجه وحله، فسمعت منها أيضا، وسمعت معاناة الزوجة ومعاناة الزوج معا، ثم معاناة الأبناء في البيت، والمعاناة مع العمل كذلك، والفراش والأعياد، وهي أمور عظيمة صراحة. أسأل الله العافية والعفو والعافية، وأسأل الله الشفاء والبسمة والدواء لكل المسلمين والمسلمات.
فوالله وبالله وتالله لا نرجوها لبشر، لا نرجوها لإنسان، لمخلوق. أن تتكبر الساعات واللحظات ولا لا تدري من أين تأتيك الرمايات من هنا ومن هناك، لكن لا تعلم. ما عليك إلا الصبر والرضا، حتى أصبح يفضل البحر والمكث فيه، ولا زلت أقف وفي مخيلة مواقف عشتها معه وسمعتها منه، ستكون إن شاء الله رميات حينما نبدأ بإذن الله عز وجل. فأريد الآن أن نسمع أنواع المقاطع التي أرسلناها له، حرص عليها بفضل الله تعالى، لأن لا بد من قوة من الرامي وكذلك من المريض. فحينما تكون الأبالسة، الأباطرة، الكبار، المرضى، الأقوياء، الأشداء، السحرة، لا بد من الاجتهاد في كثرة الاستماع، وبالتالي تضعف، ثم تبدأ تطرأ الأعراض على البدن. كثير من الناس عندهم الهموم والأحزان والأقدار والمصائب والأمراض والتعطيل وأشياء كثيرة جدا، لكن لضعف اجتهادهم في الاستماع أو لوقت يسير يأخذونه مع انشغال فكرهم وبالهم وأسماعهم وأبصارهم لا يكون تأثير. فواجب أن تكون الجلسات في البيت الاستماع لساعات مع النية والعزم والتفرغ، وأن يكون كل قلبك وقلبك وكليتك مع ما تسمعه بإذن الله جل وعلا، حتى تحرس أنفاس الجن والشياطين وتضيق عليها. فإذا كنت تسمع إلى مقاطع ضعيفة أو قصيرة ولا تتحرك، فالإشكال فيك أنت، وقد تذهب عند معالج لا يعطيك من الوقت إلا القليل لضعف بضاعته أو لانشغاله، أو لا توافق عزيمته وهمته في جلستك، قد تكون بقدر وتبقى أنت في حيرة. وهذا من المثبطات والمقعدات التي ربما تجعل الأبالسة تطير طربا وفرحا. ولهذا وجب أن نبين هذه النقاط مهمة. فقد يكون المعالج ضعيف البضاعة أو ضعيف الضربات، قد تكون بضاعته مزيئة بين بيت العلم في الرقية لكن ضرباته غير موفقة، أو تكون ضرباته موفقة قوية قوي في الإلقاء والتكرار لكن ليس في محلها، بعيدة عن حالة التي بين يديه، لم يدرسها جيدا أو بعيد عن دراستها، أو يكون غير مؤهل وغير موفق في تلك الجلسة. وهذا قد يكون وافقت بقدر أنه لم يكن في نفسيته، في راحته، في صمته، في خشوعه، في إيمانه، قد يكون بقدر. أو يكون تلبس الجن الذين في المصاب، أقوياء أشداء يحيطون بالفتن في المركز، أو الفتن عند المعالج فيشغل الفكر وبل، أو عند المريض، وهذا كذلك قد يكون. ولهذا وجب أن نبين للمرضى السهم والسر. لا بد أن تعكف على أنواع الرقية والرقى التي تنفعك بإذن الله جل وعلا، وهي الجامعة للخير التي إذا أصابت بإذن الله لا تخطئ، وهي التي تجمع بين الكبير والصغير. فإذا ضربت الكبير لا شك أنك ضربت الصغير، لكن إذا انشغلت مع الصغير قد يختفي الكبير. مفهوم؟ علي؟ فلهذا أبين لكم الرقية الأولى التي حرص عليها ذك حصون الرأس والناصية. فحينما استمع إليها بإذن المولى جل وعلا بدأت حركة الرأس والعرق، اليد اليسرى والأنف كذلك والاختناق. أنا أقول هذه أمور بدأت تطرأ تجلى عيانا، والحركة في الفخذ الشمال واليد الشمال، والآلام كذلك في الخشية اليمنى، والآلام في الرجلين مع البرودة، وكذلك البرودة في الركبتين، والحركة
كذلك اتجاه القلب والكتف اليمين. حينما استمع إلى وقت دك قلاع الأبالس الصحراء، ثقل في القلب والحركة في العين اليمنى وآلام في الظهر والرجل والفخذ، وكذلك حركة عنده في الظهر والرجل والفخذ، وحركة كذلك عنده ضعيفة في الرجل اليسرى، وكذلك الحركة في العورة وفي الأذن اليسرى والثقل في الكتفين. وحينما استمع إلى دك الشياطين أصحاب التيجان، ثقل في الظهر والقلب والحركة في الرجل اليسرى والألم في القلب، وألم شديد جدا في القلب والحركة في العورة والرأس والرجل اليسرى مع البرودة والآلام في الرأس، ويشعر كأن حشرة تتحرك في رأسه وفي الرقبة، وهرش كذلك في الجسد مع الحركة في العورة. وحينما استمع إلى دك حصون الساحر اليهودي، الساحر اليهودي الذي يختفي في البدن وأشد تحكما في الخدام، سحر النجاسات والمجاري، حركة في الركبة اليسرى واليمنى مع البرودة، ثقل في الكتفين، حركة في القدم اليمنى، التنميث اليسرى، اختناق اتجاه وآلام في القلب، آلام في الفخذ اليمنى، عرش في الظهر قوي جدا، حركة في الرأس، حركة وثقل في القلب، وحركة كذلك في الظهر، وحركة في الكتف اليمنى، وكذلك البرودة تحت الرجل، والتنميل في العورة مع التخدير إذا كان جالسا. وحينما استمع إلى دك الحصون وفك العقد على الكبير الحاكم على البدن، الرجل رجلين يشعر أن فيهما حركة وألم في الرأس، وكذلك وراء القلب، وألم في الفخذ اليسرى، ألم تجاه القلب، الركبة اليمنى كأن فيها الإبر، حركة تجاه الرأس، آلام في الأذن اليسرى، حركة في العورة، وكذلك من أمام ومن خلف، وحركة في الرجل مع الآلام والتشنج، الأصبع الكبير في القدم آلام شديد، والفخذ عنده تقرصات وتنميل وآلام في الأسنان، وحركة كذلك في الرقبة والصدر مع الاختناق. وإذا تأملنا في هذه المقاطع نجد أن الحركة والتنميل والآلام لم تطرأ عليه إلا إذا حينما استمع إلى الرقية القوية جدا، وهي دك الحصون، فك العقد، الساحر الكبير في البدن، دك الحصون الساحر اليهودي الذي أشد تحكما في خدام سحر نجد المجاري، دك الشياطين أصحاب التيجان، دك قلاع الأبارسة، دك حصون الرأس الناصية، وهذه كلها أنواع من الرقى القوية جدا التي بفضل الله تعالى هي الآن على القناة، توافقت قوة وإلقاء بإذن الله، وطول نفس بتوفيق الله جل في علاه، والجن تستشعر أنك ترابط وتجاهد وتقاتل وتدفع وتصد العدوان بقوة وبحرقة بفضل الله تعالى، فما يكون منها إلا حتى وإن حاولت أن تخفي يعني ضعفها وتجهد قوتها، لكن تتجلى تلك الحركة اليسيرة التي هي مفتاح يوصلك إلى الكبير الموجود، بدأت تهز قلاعه وحصونه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان التعطيل اليوم حتى لا يأتي، لأنهم علموا أن البرنامج يسير بإذن الله فخطا ثابتا، إذا كحصون أشياء لازمته سنين طويلة، وربما كان من المخطط أن تلازم ذريته وسلالته عقود عديدة. يقول نعم صح نعم، حتى يلازم كذلك سلالته عقود وأعوام عديدة جدا، فيصبح الموروث الحياة كلها. كل من يأتي من أصله ومن نسله كذلك يعاني مثل معاناته، فتبقى المعاناة نسخ كربونية تتنقل هنا وهناك في التعطيل والتدمير، والأبارس لا تخسر شيء، تأكل وتشرب وتنام وترتع وتلعب وتلهو كما تشاء داخل عقول وأفهام. ولهذا لاحظوا أنه يتأثر بماذا؟ بذك الحصن. فبداية الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يهديكم إلى كل خير. قولوا آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصركم على أعدائكم. قولوا آمين. وأسأل الله الحي القيوم أن يدك حصون وقلاع الأبارسة الكبار. قولوا آمين. وأسأل الله جل وعلا يجعلكم أحرى في هذا الشهر العظيم الفضيل. قولوا آمين. وليجعلكم أهل الصيام والقيام وتلاوة القرآن. قولوا آمين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير. قولوا آمين. آمين آمين آمين. لا شك أن هذا الجسد عذب كثير وأوذي حتى أردتم أن تبلغوه الذلة والهوان والاحتقار. تلاعبتم بهذا الرأس وبهذا العقل وسواس كثير، وتلاعبتم بالسوءة والعورة. صح أم لا؟ وتلاعبتم بالسوءة والعورة. غفر الله لنا ولكم. قولوا آمين. لاحظتم اجتهاده بإذن الله تعالى. اجتهد كثيرا بتوفيق الله جل وعلا. اجتهد بفضل الله سبحانه وتعالى. اجتهاد ما شاء الله. بالليل اجتهاد وفي النهار اجتهاد. فما كان منكم إلا أن أوصلكم وأبلغكم رسالات الله جل وعلا، فسمعتم مراد الله ما أرضاه الله عز وجل، وقيمت عليكم الحجج. وهذه رسالة مني إليكم. اتقوا الله عز وجل يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويعظم لكم أجرا. فاستغفروا الله إنه التواب الرحيم. وهذا شهر عظيم نحن فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تصوموا تصحوا تؤجروا، يباعد الله جل وعلا عنكم النار، عن وجوهكم النار، بصيام كل يوم 70 خريفا. باب الريان لا يخل الصائم. رمضان مغفرة ورحمة وعتق من النيران، تصفد فيه مرض الشياطين. فهي ليلة هي خير من ألف شهر. فضله عظيم جدا، تطيب فيه النفوس، تضاعف فيه الأجور. شهر رمضان دقائق وثواني هذا الشهر ليس كغيره، فضيلة عند الله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل الله تعالى هذا الشهر خير من ألف شهر. هيا إلى الله. هذا الشهر العظيم، هذا الشهر العظيم، هنيئا لمن أقبل على الله فيه. أسلموا لله عز وجل. هذه رسالتي أقولها لمن توارى في عقله ولبه ودماغه وصدره وقلبه وسوءته وعورته. أقولها لكل من تلبس به آذاه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة في العورات كبير. الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة في الشهوات كبير. الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة في النجاسات كبير. الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة في السوءات والعورات من الصغر في الزواج كبير. الله أكبر من كل شيطان في السوءات والعورات سكنات في السوءات والعورات كوارات في السوءات والعورات اختفات. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله تصفد المردة. بسم الله تطرد المردة. 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 بسم الله تصفد المردة. مرضة الدماء والعورات والنجاسات. مرضة الدماء والعورات والنجاسات. مرضة
والعورات والنجاسات مرضة الدماء والعورات والنجاسات مرضة الدماء والعورات والنجاسات مرضة الدماء والعورات والنجاسات تدك حصونها بسم الله تدك حصونها بسم الله في العورات في النجاسات في السوغات في النجاسات تدك حصونها بسم الله تدك حصونها بسم الله شياطين تدك حصونها بسم الله نعوذ بالله من الخبث والخبائث نعوذ بالله من ذكرانها وإناثها أحب النجاسات في الكنف والنجاسات في العورات والنجاسات في الكنف والنجاسات في العورات والنجاسات تلذذوا بها تقروا بها جا 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 قيدوا في السوءات والعورات في السوءات والعورات بسم الله نرمي نرمي خداما حراسا أعوانا في السوءات والعورات من الصدام نصير في الخزية والعورات في العورات في القبر والعورات في الدبر والعورات في الشهوات والعورات في الإنزال والعورات بسم الله تحل قيادهم بسم الله تحل قيادهم بسم الله تحل قيادهم بسم الله تحل أقفالهم بسم الله تحل أقفالهم بسم الله تبطل وعودهم بسم الله تدك عهودهم بسم الله تنسف حصونهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بها 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 ندك حصونهم بها 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 ندك حصونهم بها بها ندك حصونهم 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 في القبر والدبر ندك حصونهم في القبر والدبر ندك حصونهم في السماوات والأوراق والشهوات والملذات ندك حصونهم في المجاري في الدماء في العرق في النجاسات ندك حصونهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظر حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون
الشعوات والملذات والعورات. فافروا إلى الله، فافروا إلى الله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى، إن الله شديد العقاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تحل العقد، عقد الأبارسة الكبار، في العقول في العورات في القلوب في العورات، في العقول في العورات في القلوب في العورات، في العقول في العورات في القلوب في العورات، في العقول في العورات في القلوب في العورات. بسم الله تحل الآن وتزال عقد، عقد 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 قديمة من الصبا من الصغر، عقد 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 قديمة من الصبا من الصغر، بالعين قديمة بالحسد قديمة بالموت قديمة على السلالة قديمة من الأبارس قديمة من الجان قديمة. عقد 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 في العقول والعورات، في القلوب والعورات، في العقول والعورات، في القلوب والعورات. عقد 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 قوية، عقد 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 خطية، عقد 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 قوية، عقد 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 خطية، على الشهوات والملذات، على الأفراح والمناسبات. عقد 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 قوية، تحل بسم الله، تحل بسم الله، تحل بسم الله. عقد 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 قوية، في العقول والعورات، في القلوب والعورات، في العقول والعورات، في القلوب والعورات. خفية قوية، خفية قوية، خفية قوية، تحل بسم الله، تحل بسم الله، في العقول والعورات، في القلوب والعورات، في الأفراح على الأفراح، في المناسبات على المناسبات، في العقول والعورات، في القلوب والعورات، في العقول والعورات، في العقول والعورات. تحل بسم الله، تحل بسم الله. شيطان تسمع، جان 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 تسمع، شيطان تسمع، جان 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 تسمع، شيطان تسمع، جان 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 تسمع، شيطان تسمع. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها، فجعلنا عاليها سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة، وأمطرنا عليهم حجارة، وأمطرنا عليهم حجارة، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أتسمع؟ أتسمع؟ أبارسة تسمعون، أمرضى تسمعون، كفر فجر تسمعون، أسلموا لله يا من أسلمتم لله، أتسمعون؟ يا من آمنتم بالله أتسمعون؟ ونجيناه ولوطا، ونجيناه 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 ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، 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 ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ونجيناه ولوطا
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا قولوها لله خدام العقل والفهم
نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله قلوها لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله قلوها لله قدام السوءات والعورات نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله قلوها لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله قولوها لله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله إلى كل عاشقة عاشقة عقل والفم قولها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى كل عاشقة في العقل والفهم قوليها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قوليها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى كل مرضعة مربية عاشقة قولها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى كل مرضعة ومربية قولها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى كل عاشقة متيمة من الصبا والصغر وتنكيرا قولها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى كل غواصة عاشقة تحب البحار والأغنية والمياه والأنهار في الليل في النهار في الظلام قولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى من كدرت حياته إلى من أحزنت أعياده إلى من فرقت فراشه قولها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى ثعبان كبير إلى إبليس كبير إلى شيطان كبير إلى مالك كبير إلى ملك كبير إلى قوي كبير إلى مسؤولي كبير قلها لله قلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قلها لله قولوها لله قلها لله قولوها لله قلها لله قولوها لله قلها وأشهد أن محمدا رسول الله إلى من عذب العظام والمفاصل والدماء قولوها لله نشهد أن لا إله إلا الله وأنتم كثار عددكم يعلمه الله عتادكم سلاحكم أسراركم أسحاركم يعلمها الله فاجعلوها لله طاعة فاجعلوها لله طاعة فاجعلوها لله طاعة حل عقد الرحمن
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أسلم لله جميعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أسلم لله جميعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أسلم لله جميعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أسلم لله جميعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أسلم لله 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 يا خدام أسلم لله 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 يا حواص ويا أعوان أسلم لله جميعا أسلمي لله أحببتي أسلمي لله عشقتي أسلمي لله أرضعتي أسلمي لله أحببتي أسلمي لله ربيتي أسلمي لله تملكتي أسلمي لله ولا تجعليه خصما ولا ندا ولا تجعلي الجسد خصما ولا ندا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب أسلمي لله أسلمي لله يا عاشق 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 يا من سكنتم من الصغر على السلالة يا من جئتم من الصبا والصغر على السلالة يا من تواريتم من الصبا والصغر على السلالة يا من سكنتم في جمال السلالة يا من سكنتم بأسحار على السلالة يا من سكنتم بأعين أصابة الذرية والسلالة يا من سكنتم في بيت الوالد والوالدة والسلالة يا من عمرتم كثيرا يا من أمرتم كثيرا يا من فتنتم كثيرا يا من فرقتم كثيرا أسلموا لله جميعا أسلموا لله جميعا في الذرية والسلالة في البيت والسلالة في الذرية والسلالة في البيت والسلالة وتعاونوا جميعا على البر والتقوى على البر والتقوى على البر والتقوى وتعاونوا جميعا وتعاونوا جميعا على البر والتقوى على البر والتقوى على البر والتقوى وتعاونوا جميعا وتعاونوا جميعا وتعاونوا جميعا وتعاونوا جميعا على البر والتقوى 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 وتعاونوا جميعا على البر والتقوى وتعاونوا جميعا على البر والتقوى قولوها لله ظلمنا وأسبنا وعذبنا وحرمنا قولوها لله قولوها لله ظلمنا قولوها لله لله أثقلنا وأحزنا وأبعدنا وأعزلنا قولوها لله لله أخرنا ومحقنا قولوها لله 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 تبنا إلى الله نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى نعاهد الله
عاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى عاهد الله أن تفك العقد العظام والمفاصل عقد السونات والعورات عقد العظام والمفاصل وعقد السونات والعورات عاهد الله تحل وتفك عقد الصدور والقلوب عقد الصدر والقلب عقد الصدر والقلب عقد الصدر والقلب عاهد الله أن تفك وتحل وأن تبطل طاعة لله عقد 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 عظيمة القلب بسم الله 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 أقفال 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 أق
السلاله على السلاله من الجن على السلاله من الشياطين على السلاله من الابائس على السلاله تلقوا لك بسم الله 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 لا إله إلا 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 الله معشر الجن خدام كل عين أو حسد أو سحر أنيبوا إلى الله خدام كل عين أو حسد أو سحر أنيبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب خدام كل عين أو حسد أو سحر أنيبوا إلى الله خدام كل عين أو حسد أو سحر أنيبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب معشر الجن خدام كل عين أو حسد أو سحر أنيبوا إلى الله إلى كل من ركن إلى الجسد من الصبا والصغر إلى كل من توارى في الصبا والكبر إلى كل من عذب وعطل في الصبا وفي الكبر أنيبوا إلى الله وتعاونوا جميعا على البر والتقوى وتعاونوا جميعا على البر والتقوى إلى كل كبير لازم الجسد كله إلى كل كبير قيد الجسد كله إلى كل كبير صفد الجسد كله إلى كل كبير أذل الجسد كله إلى كل كبير أمرض الجسد كله وتعاون على البر والتقوى أسلم تسلم وتعاون على البر والتقوى أسلم تغنم وتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان أسلم لله جل وعلا أسلم لله جل وعلا فلا يبقى في الجسد كافر ولا ظالم 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 فلا يبقى في الجسد كافر ولا ظالم
في الجسد كافر ولا ظالم فلا يبقى في الجسد كافر ولا ظالم فلا يبقى في الجسد كافر ولا ظالم فلا يبقى في الجسد كافر ولا ظالم أسلم لله جميعا أسلم لله جميعا من الرأس إلى القدم أسلم لله جميعا من الرأس إلى القدم أسلم لله جميعا أسلم لله جميعا في اليمين وفي الشمال أسلم لله جميعا أسلم لله جميعا أسلم لله جميعا من الرأس إلى القدم أسلم لله جميعا أسلم لله جميعا من الرأس إلى القدم من الرأس إلى القدم من الرأس إلى القدم ونسأله سبحانه جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاسمعوا معشر الجن والشياطين والأبالسة، وهذه رسالة بإذن الله جل وعلا لكل من تاب وأناب وأقبل على الله عز وجل بالسلم والسلام. إلا كل من أقبل على الله عز وجل بالإيمان والإحسان فجل خيرا، فنقول لك بوركت وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأسأل الله لنا ولك الرفعة والعزة في الدارين، وأن ينصرنا وإياكم على من عادانا وعلى من ظلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورسالتي الأخرى أوجهها إلى كل من رابط في البدن بفضل الله جل وعلا يحرص حرصا أن لا تبقى إلا ولا عاهة ولا آفة، فأقول له جزاك الله جل وعلا خيرا. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فخالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهنيئا لمن اجتهد في باب البر والطاعات وفي باب تقديم القربات والخيرات، فجزاكم الله جل وعلا خيرا. فجل الله جل وعلا ما كان سنين وعقود مختفيا في البدن، وأقول لا زال الأمر بفضل الله جل وعلا يحتاج إلى مواصلة ومواظبة ومجاهدة ومراوطة، فلا نضع السلاح أبدا بإذن الله جل وعلا حتى لا يمحق هذا الفضل وهذا الخير الذي وصلنا إليه جميعا بتوفيق الله تعالى. فلا يبقى في الجسد كافرا ولا ظالما، عاهد الله أن لا يبقى في الجسد كافر. قل نعاهد الله، نعاهد الله، نعاهد الله ألا يبقى في الجسد كافرا، ألا يبقى في الجسد ظالما، نعاهد الله نعاهد الله أن نواصل الجهاد في سبيل الله،
غاسل الجهاد والقتال في سبيل الله والشفاء في سبيل الله ورفع الداء في سبيل الله طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم المحن التي تعرض لها، وكلكم يعلم الإصابات والأحزان التي ألمت به منذ صباه إلى الآن. كلكم يعلم مدى الجروح التي يعني اخترقت صدره وقلبه وعقله وإحساسه صابرا رابطا محتسبا، صح لا؟ حتى مع زوجه وأبنائه، صح لا؟ فإن شاء الله تعالى يعوض خيرا، نسأل الله يعوضه خيرا بإذن الله جل وعلا. لكن وجب علينا أن نتعاون جميعا، وجب علينا أن نتعاون جميعا. هو أقول لكم كيف، هو من جهته بكثرة الاستماع يواصل على ذكي الحصون، كل رقية بفضل الله تعالى قوية خاصة بذكي الحصون والقلاع والأبائس الصحرة في البدن على مختلف مشاربه وأجناسه متشكلهم وأماكنهم بإذن الله جل وعلا، مع المواظبة عليها والاستماع إليه للساعات، مع التركيز التام والإخلاص لله جل وعلا واليقين في الشفاء من الله. ثم أنتم كذلك أثناء الاستماع وحينما يبدأ العدو في تعذيب ويبدأ في ضعف وذلة، وجب أن تكون الضربة ضربة واحدة والإقدام لا إدبار بإذن الله جل وعلا. وحينها كلما فكت عقدة، كلما تقويتم أنتم بفضل الله رتبة، وهكذا حتى يسقط من هامته وهالته وكرسيه وتاجه نعم وكبره، ويأتي إلى الله مراغما إما مسالما أو مقتولا ذليلا. فلا بد أن نواصل السير حتى يشفى بإذن الله تعالى. نعاهد الله أن يشفى بإذن الله، نعاهد الله ألا نتراجع بإذن الله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين لكم بفضل الله آية من آيات الله تدلكم بفضل الله تعالى أن النصر آت من الله جل وعلا. فكيف لهذا العدو الذي كان غابرا، هذا العدو الذي كان قويا مختبئا، جلاه الله تعالى في اليمين وفي الشمال، في القلب، في الصدر، في العورة، في الخصية، في كل مكان، وحان بفضل الله وقت زواله بإذن الله. فما علينا إلا المواصلة والاستمرار، والله معنا سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا، جاهدتم بفضل الله في الهوى وفي النفس والشرك والكفر، فثبتكم الله على الإيمان، وهذه أولى المراتب الإحسان، فالحمد لله على هذه النعم. ثم اعلموا أن إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا عباد الله، إن تنصروا بلاد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عباده المستضعفين، ناصركم الله جل وعلا، ناصركم الله، ناصركم الله على الأعداء، ونصركم الله على الأهواء، ونصركم الله جل وعلا في الهواء والماء، ونصركم الله في الفضاء والسماء، نصركم الله في كل مكان في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله على نعمه الكبيرة والكثيرة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هداهم الله، فمن هداهم، فمن هداهم، ومن طيب أنفاسهم، ومن شرح صدورهم، ومن هدى قلوبهم، إنه الله. كانوا قبل كانوا أعواما عديدة يحاربون ضده ندا وخصما، فجاءوا بعد إسلامهم يوالون فيحاربون خصما وعدوا، والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. فاسمع يا أم ويا مرضعة ويا مربية ويا عاشقة، واسمع يا كبير يا من كنت خادم وحارس وساحر وحاسد، اسمع يا أم يا مرضعة يا مربية يا عاشقة، اسمع يا من كنت ملكا شيطانا يهوديا نصرانيا قويا كبيرا حاسدا ساحرا، كيفما كان حالك، كيفما كانت هالتك، كيفما كان شكلك، كيفما كانت عزيمتك، كيفما كنت، كيفما تشكلت، كيفما تغريت، فاسمع واعلم، جاء الله بالإسلام فأمار الصبر والدم والعرق والعظم والعصب والعقل والسمع والبصر وأمار كل شيء، فأسلم لربك تسلم، واعلم أن الدين عند الله الإسلام. ونواصل بإذن كريم متعال، وأسأل الله أن تأتوا المسلمين ومن لا زالوا فيه وراء 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 العروق والعظام، وراء وراء العقل والدماغ، وراء وراء العورات والسوءات، من لا زال عهد الله أن لا يبقى في جزء ماذا كافرا ولا ظالما، طاعة لله، وأن يستشعر الأنفاس كأنه لأول مرة بإذن الله تعالى يشم الحياة ويذوق السعادة والحياة،
فسارعوا إلى فك عقد القلب والعورة والعقل طاعة لله جل وعلا. يرحمكم الله، يرحمنا في الأرض، يرحمكم في السماء. فك العقد، عقد القلب وعقد الصدر وعقد العورة وعقد العقل والقلب وعقد العينين، عقد السعادة والإحساس والشهوة واللذة والمتعة والطاعة والعبادة والراحة والسكينة التي كانت معقودة سنين عديدة، سنين طويلة، بإذن الله تفك وتحط طاعة لله جل وعلا. وأصل السير على هذا بإذن الله. ونسأل الله تعالى الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا وإياكم أئمة هدى، أن يجعلنا وإياكم رحمة لا عذاب وخير لا شر، وأن يجعلنا وإياكم نور لا ظلام، ويجعلنا وإياكم بركة بالليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.